بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا ومرحبا بكم في هذه الندوة العلمية. معكم المدرس المساعد مهند مهدي القيسي، وسوف أقوم بإدارة هذه الندوة الإلكترونية. بالنيابة عن السادة المحاضرين، أود شكر حضراتكم على حضور هذه الندوة العلمية، ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لعميد الكلية المحترم الأستاذ الدكتور حيدر فخري التكمتشي على رعايته لهذه الندوة العلمية وعلى الدعم المستمر من أجل إقامة ندوات علمية مفيدة للجميع، وكذلك الجهد المستمر من أجل رفع اسم كلية بغداد للعلوم الطبية على المستوى العلمي الراقي. كذلك نتقدم بجزيل الشكر للمحاضرين دكتور عمر عدي ودكتور نور صباح لجهودهم في إعطاء هذه الندوة العلمية بعنوان Recent Updates on Computer Aided Drug Design، والتي نتمنى أن تكون غنية بالمعلومات العلمية الحديثة. أعزائي الحضور، يمكنكم السؤال أو التعليق في خانة Q&A، وسيجيب المحاضرين عن الأسئلة جميعا في نهاية المحاضرة. للأسف دكتور منذر العامري اعتذر عن تقديم المحاضرة بسبب ظرف طارئ، وعلى أمل أن نلقاه في محاضرة أخرى ضمن الندوات العلمية المقامة من قبل كلية بغداد للعلوم الطبية. والآن نبدأ الندوة العلمية مع الصيدلاني الاختصاص عمر عدي، خريج كلية بغداد للعلوم الطبية سنة 2013-2014، حاصل على شهادة الماجستير من كلية الصيدلة جامعة المستنصرية في سنة 2019، حاليا تدريسي مدرس مساعد في كلية بغداد للعلوم الطبية، وأقام وشارك بأكثر من 60 مؤتمر محلي ودولي وندوات وورش عمل ودورات تدريبية. والآن يتفضل الدكتور عمر بإلقاء محاضرته مشكورا. السلام عليكم دكتور مهند، أكو صوت؟ والله صوت. أي نعم، تفضل دكتور. Good evening everyone. Thank you دكتور مهند for nice welcoming. I would like to take the opportunity to thank all guests for their time to join our activity today. And also a special thanks for the Dean of the College, Dr. Haider Tukmachi, for giving us the opportunity to give this lecture today. Our lecture today is recent update on computer-aided drug design. طبعاً بداية بس حتى يعني نوضح الأمور من خلال ملاحظتنا للأسماء اللي سجلوا بالورشة اليوم بالويبينار. شفت هواي اختصاصات يعني بعيدة عن الفارماسيتيكال كيمستري، فراح نحاول إن شاء الله اليوم أنا وزميلي دكتور نور صباح أنه نتكلم في لغة بسيطة مفهومة من قبل الحضور، وحتى يفتهمون ليش يعني شنو فائدة الكمبيوتر ايديد دراج ديزاين، وشون ده تستخدمه شركات الأدوية، ويعني وشنو الأدفانتج مالته، شنو الديسادفانتج مالته، يعني كل هاي التفاصيل راح نتطرق لها إن شاء الله اليوم بالمحاضرة، وإن شاء الله تكون بسيطة وخفيفة عليكم. نبلش. Our topics today is introduction to computer-aided drug design by me, molecular docking definition by me, and then in silico admit prediction by Dr. Noor and application on Swiss ADME by Dr. Noor. Computer-aided drug design. طبعا هو من اسمه computer-aided drug design. إنه أنا راح استخدم الكمبيوتر بتصميم الأدوية أو بصناعة الأدوية. فنرجع بالهيستوري. طبعا اول ما نستخدم الكمبيوتر يرجع استخدام الكمبيوتر الى سنه الخمسينات، واذا يعني شويه نتقدم بالزمن بسنه الستينات شركه ناسا او وكاله ناسا يعني هي بدأوا باستخدام الكمبيوتر ودزوا اول شخص انه يهبط على سطح القمر. حاليا بوقتنا الحالي اذا نلاحظ انه الموبايل بدا ياخذ يعني كل التفاصيل، كل الاشياء المهمه بحياتنا والامور اللي نريد نسويها نقدر نسويها عن طريق الموبايل. فالموبايل يعني غير من حياتنا، نقل حياتنا نقله نوعيه. الموبايل طبعا هو كمبيوتر. فالموبايل طبعا بي فيتشرز اكثر من الفيتشرز اللي موجوده بوكاله ناسا بسنه 1969. فهذا بس مثال بسيط على انه دور الكمبيوتر، وحاليا هو يعني موجود بجيوبنا اللي هو الموبايل. زين، هسه انا اذا اريد اترجم هذا الحكي انه دور الكمبيوتر بالدراج ديزاين شلون، شنو اهميته؟ بدايه
الكمبيوتر ايدد دراج ديزاين هو عباره عن الفكره من الكمبيوتر ايدد دراج ديزاين، انه انا راح اجي اسوي ديفلوبمنت العلاج جديد النيو ثيرابيوتكس من الصفر من الزيرو باستخدام الكمبيوتر. هنا أنا اذا اجي انا اريد اقارن بين الماضي والحاضر، يعني سابقا شلون كانت تصنع الادويه وحاليا شلون كانت تصنع، يعني من نقول سابقا خلينا نقول بالستينات والسبعينات، ومن نقول حاليا خلينا نقول اللي ما بعد الفتره اللي ما بعد الالفينات. بالسبعينات يعني كانت العمليه جدا صعبه، كانت البروسيس اوف مانيفاكتشرنج للدول واحد ممكن تطول من 15 الى 30 سنه، وهسه راح نجي نشوف التايم لاين. لكن هسه بوقتنا هذا لا، يعني الامور صارت اسهل بهوايه، اول مو مطول بس الامور صارت اسهل بهوايه باستخدام الكمبيوتر. زين اذا اجي اريد اقارن البحوث، يعني هسه اي تدريسي او اي طالب او اي شخص اجى يريد يسوي فد بحث معين، سابقا شلون كانت تتم البحوث؟ رسموا له سكيم انه يقولوا له ابدي ستارتنج بفلان فلان موليكيول وراح ينتهي بمركب معين، هذا المركب يروح يجربه مثلا على فد حيوانات معينه انيمالز وشي، وبعدها يشوف مثلا الانتي انفلاماتوري، او مثلا يروح يشيك على الانتي بكتيريال اجار يشوف الانتي بكتيريال افيكيسي مالته. فهو الفكره انه سابقا يعني كانوا يطلعون موليكيول ما يعرفون هي على شنو تشتغل، يجي يصنع دواء ويروح يشيك يشوف انه هذا الدواء وين يشتغل على شنو، انتي بكتيريال انتي كانسر انتي انفلاماتوري الى اخره. حاليا الامور تغيرت، حاليا هوايه يعني هوايه اشياء الكمبيوتر دخلها جديده. ف شلون سهل الكمبيوتر هاي العمليه؟ انا بمكان ما اجي اصنع دواء واني ما اعرف هذا الدواء ايش يشتغل، او اجي اسوي موديفيكيشن على فد دواء موجود، مثلا انا جبت ايبوبروفين، هذا الايبوبروفين اجي سويت عليه موديفيكيشن واني اتوقع انه الدواء اللي راح يطلع هذا الدواء يشتغل كانتي انفلاماتوري. زين انا هنا ما حسبت حساب اختلاف الكونفورميشن اللي صار، اختلاف التورشن انجل بين البونز، اختلاف الانرجي اللي كلها ما حسبت حسابها. منو قال الدول اللي راح يطلع هو هذا يشتغل كانتين انفلاماتوري؟ ما نعرف، لكن باستخدام الكمبيوتر سهل لي الامور كلش. يعني انا مجرد ما اجي ارسم الستراكشر مالتي الليجن مالتي بالجهاز الكمبيوتر واجي اطبقه على ريسبترز، يعني هي حقيقيه موجوده ماخوذه من انسان او حيوان، راح اتاكد انه اني هاي الليجند اللي مصنعها هي وين بدها تشتغل. فهنا هذا الفرق انه هسه حاليا أنا قبل ما أشتغل أنا دا أعرف يعني هذا السكيم أنه النتيجة مالته إيش راح ينطيني، أنتي كانسر، أنتي بايتك، أنتي فانجل إلى آخره. لكن سابقا لا، كان هذا الشيء يعني نوعا ما مجهول أو بصعوبة، يعني ممكن أنه يكلف فلوس، ممكن يكلف حيوانات، ممكن يكلف هيومن باور، يعني كان سابقا فشي كومبليكيتد، لكن هسه حاليا تحسن باستخدام الكمبيوتر أكيد. The co-evolution of theoretical and analytical chemistry, molecular biology and computer technology has proved a way for understanding the molecular mechanism of drug action. فهنا أنا باستخدام الكمبيوتر كلش حسنت لي أو وضحت لي مفهوم الميكانيزم of drug action. زين هسه what computer tools can add to the picture of pharmaceutical field؟ يعني أنا هاي التولز اللي عندي، طبعا أنا شو أقصد بالتولز؟ أقصد بالتولز هي السوفتوير أو المواقع اللي موجودة هسه حالياً، سواء كانت بفلوس أو ببلاش. شنو ممكن تضيف لي؟ شنو اللي أقدر أستفاده منها؟ طبعاً هسه إذا نجي نريد نعدد السوفتوير اللي نقدر نستخدمها بالكمبيوتر إيدد دراج ديزاين، مئات الآلاف من السوفتوير. زين هاي السوفتوير تنقسم إلى قسمين اللي هي نسميها يعني البفلوس والبلاش. طبعا البفلوس هي ليش بفلوس؟ لانه هاي راح تدخلنا على فد داتا بيز معينه، يعني مثلا شرودنجر الجولد الام او اي، يعني هاي كلها بفلوس، هاي تدخلنا على داتا بيز مثلا بجامعه كامبريدج او بجامعه ميونخ او فشي نقدر نستخدم الاشياء اللي هم يعني اللي هم خلينا نقول خليها بفلوس. البلاش معناها ما راح اقدر ادخل على داتا. اذا المقارنه كلش بسيطه، البفلوس معناها الاكيورسي مالتها عالي، يعني انا من اجي استخدم سوفت وير بفلوس اذا النتيجه اللي راح يعطيني اياها بعدين الاكيورسي مالتها جدا عاليه. اذا استخدم سوفت وير ببلاش لا، ممكن تكون الاكيورسي مالتها قليله. بس يعني هل هذا الشيء مطلق؟ لا، اكو مرات يعني شركات تسوي سوفت وير ببلاش وممكن ندخل على الداتا بيز، بس هاي يعني معدوده. فاني شنو اللي اقدر استفاده من هاي التولز؟ هسه انا هاي اللابتوب قدامي وبيها برامج سوفت وير، شنو اللي اقدر استفاده؟ اول شيء انه انا اعرف كل تفاصيل الريسبتر او البروتين، كل تفاصيله اقدر اعرفها. يعني من اقول تفاصيله يعني شنو؟ البروتين هو مكون من امينو اسيدز،
هاي الامينو اسيدز شلون متصله واحد بالثاني، شنو نوع الاواصر اللي متصله بيها، هذا الريسبتر بياكتيف سايت، هذا الاكتيف سايت شلون متكون، ايش قد حجمه، ايش قد ابعاده، شلون شكله، هاي كلها راح ادرسها بالكمبيوتر. انا لما عرفت كل هاي التفاصيل اذا هنا انا بسهوله اقدر اجي اصنع فد دواء معين، او ما نسمي دواء، خلينا نسمي ليجند، اقدر اصنع فد ليجند معين او انالوج معين يروح يقدر يسوي بيست فيت وذ ذس ريسبتر. لكن يعني هل انا مجرد هاي العمليه بدي احكيها هي بهالسهوله؟ لا اكيد مو بهالسهوله، العمليه جدا يعني معقده، وراح نشوف يعني تفاصيلها اليوم. الشيء الثاني اللي اقدر استفاد منه ليجند دروينج، يعني انا اقدر ارسم اي مولكيول. زين شلون ارسمها؟ اكو برامج رسم كيميائي، على سبيل المثال كيم سكتش، مارفن سكتش، داتا وورير، كيمدرو الى اخره. اقدر ارسم المولكيول بشكل 2D واقدر ارسم المولكيول بشكل 3D. طبعا هو اكيد الشكل 3D هو احنا اللي راح نستخدمه بانه نسوي انتراكشن ويا الريسبتر. الشيء الثالث انه ندرس الفل دراج ريسبتر انتراكشن. من اقول دراج ريسبتر انتراكشن يعني شنو الفل؟ الفل انفورميشن خلينا نقول، شنو اللي راح يعني شنو اللي راح يطلع لي البرنامج؟ راح يطلع لي ان هذا الريسبتر شلون متصل؟ هل هي هيدروجين بوند، ايونيك بوند، الكوفيلنت الى اخره. الكونفورميشن مال المولكيول بداخل الريسبتر ايضا راح ادرسه. الانرجي مال المولكيول بالريسبتر ايضا راح ادرسه. الفورس اوف انتراكشن بتوين ذا دراج اند ذا ريسبتر ايضا هذا راح يفيدني. كل ما كانت الفورس قويه كل ما معناها انه الدواء متصل بشكل خلينا نقول زين ويا الريسبتر. زين اقدر ايضا عن طريق التولز ادرس الادمت بريدكشن. اليوم الادمت، موضوع الادمت راح يتطرق لزميلي دكتور نور وراح يحكي كل تفاصيله. ادمت ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم اليمينيشن اند توكسيسيتي. ذس ادمت كان بي ميجرد باي ان سيليكو ميثود. من اقول ان سيليكو اقصد بها يعني باي كمبيوتر، انه ادرس كل هاي التفاصيل باي كمبيوتر. ايضا اقدر ادرس التارجت بريدكشن. التارجت بريدكشن هو شنو؟ هو انه انا عندي ليجندز بس ما اعرف وين تشتغل، فاجي اشوف يعني بالداتا او بال يعني بالمواقع اشوف هاي الليجند مالتي وين على ريسبتر. هل هي مثلا انتي هايبرديميك، هل هي مثلا انتي بكتيريال، يعطيني فد احتماليات وبعدها اجي يعني ادرس هاي التفاصيل. ايضا اقدر ادرس 3D QSAR and QSAR عن طريق هاي التولز اللي طرقت لها. اكو مصطلح اللي هو الفيرتشوال سكرينينج. يعني فيرتشوال معناها افتراضي، فيرتشوال سكرينينج هي هاي العمليه احنا نسميها فيرتشوال سكرينينج. فيرتشوال سكرينينج طبعا هي كوست افكتيف وكونفينينت سوليوشن، تعطيني فد حل يعني بسيط وتقلل لي الوقت. هي هاي العمليه هسه راح نشوف فد مخطط يوضح هي يعني شنو مقصود بالفيرتشوال سكرينينج. الفيرتشوال سكرينينج طبعا هي تبدي بالهيت وتنتهي بالليد كومباوند. زين الهيت شنو الهيت؟ مرات احنا نسمع نقول انه هاي المولكيول نسميها هيت، هيت اتش اي تي. الهيت يعني معناها هي مولكيول عندها فد اكتيفيتي، بس هاي المولكيول ما اعرف اي تفاصيل. زين انا هاي الهيت راح تتحول بعدين الى ليد كومباوند. زين الليد كومباوند شنو؟ الليد كومباوند هو مثلا هو فارماكولوجيكال، يعني عنده فارماكولوجيكال او بايولوجيكال اكتيفيتي، ومثلا عنده ثيرابيوتيك، بس يراد له بعد تضبيط بالرس يعني بالستراكشر مالته. يعني من اقول ليد كومباوند اذا معناها يراد له شويه اسوي فد اوبتمايزيشن بالستراكشر على مود احسن بي مثلا كم شغله. فاذا هي الفكره شنو؟ الفكره انه انا راح ابدي بملايين المركبات، ابدي بيها مثلا انا عندي فد مليون مركب، 10 مليون مركب، اسميها هيت، وابدي شويه شويه افلترها لحد ما اوصل الى مركب واحد اسميه ليد كومباوند. هاي العمليه كلها تصير عن طريق الكمبيوتر اللي هي نسميها فيرتشوال سكرينينج. ابدي بمليون، 10 مليون، 5 مليون مركب، وابدي اطلع من عندهم. يعني هسه نشوف الرسم شنو الاشياء السيئه اطلعها لحد ما اوصل مركب واحد اسميه ليد، هذا اسوي عليه شويه موديفيكيشن وبعدها يروح يدخل بالبيولوجيكال تيست. هسه نجي نشوف. انا عندي لايبراري اوف مليونز اوف كومباوند اللي هسه ذكرتهن، طبعا اسميها هيت. شلون راح اجي ادرس هاي اللايبراري؟ اول شيء ادرسه هو الدراج لايك اند الليد لايك. الدراج لايك يعني انه انا راح اجي اشوف هل هذا ضمن الليبنس كرول، اشوف البايو افيلابيلتي مالته، اشوف الاتش بوند دونر، اتش بوند اكسبتر، هاي التفاصيل اشوفها. الادويه اللي خارج خلينا نقول اللي خارج النورمال فاليو اطلعها، مو الادويه خلينا نسميها ليجنز او كومباوندز، اللي ضمن النورمال فاليو تبقى.
تبقى بال يعني ضمن السكرينينج مالتي. طبعا هي راح تقل، انا دخلت مثلا مليون مركب، هنا انا راح اصير 600,000. بعدها اجي ادرس التوكسيسيتي، التوكسيسيتي ايضا ادرسها باي كمبيوتر، ايضا اشوف المواد اللي مثلا التوكسيسيتي مالتها عاليه اطلعها. طبعا هاي كلها تعطيني سكورات عن طريق الكمبيوتر، يقول لي مثلا هذا التوكسيسيتي مالته جدا عاليه. فهنا هسه ممكن احد يسال يقول زين هي الحاسبه شلون راح تقيس التوكسيسيتي؟ انا اقول لكم هنا شلون تقيسها. هنا هي يجي دور الداتابيز مال الشركات او مال يعني الكليات العالميه. يعني مثلا على سبيل المثال جامعه اوكسفورد عندها داتابيز، هاي الداتابيز مثلا مال خلينا نقول مليون مركب، هاي المليون مركب كلها دارسين التوكسيسيتي مالتها مثلا على فاره، على جريدي، على هيوما الى اخره، يعني دارسين هاي التوكسيسيتي. فانا من اجي ادخل مركبات يروح يشبه لي اياها بالداتابيز مال جامعه اوكسفورد. مثلا اذا شاف فد 10 مركبات تتطابق ويا اللي هي بالجامعه مال اوكسفورد راح يقول لي ترى هاي توكسيك ما تفيدك، فانا اطلعها. فاذا هذا الشغل اللي دا اشتغله بالكمبيوتر هو دا يقارنه بشغل حقيقي اللي هو الداتابيز من قبل الكليات او الجامعات او الشركات. بعدها اجي اشوف الباد بوز. الباد بوز شنو المقصود بيه؟ انه انا عندي دراج او ريسبتر او ليجند او ريسبتر، اجى الليجند اتصل بالريسبتر او ما اتصل. اذا ما اتصل مثلا كان معوج او ما قاعد عدل بالاكتيف سايت هاي بالكمبيوتر، راسا راح يطلع على صفحه يعني يفلتر ياه يقول لي هذا ما يفيدك. بعدها اجي ادرس الادمت، الادمت استدي. الادمت استدي قلنا اليوم راح يتطرق لزميلي نور ايضا باي كمبيوتر، ايضا هنا راح ندخل على داتابيز بالادمت. راح يعني هوايه داتابيز، يعني خصوصا الادمت تقريبا اكو اكثر من 1000 داتابيز موجوده وفري، فاليوم راح نتطرق لها. And finally يعني بعد هاي كلها هاي العمليه مال فلتريشن، انا دخلت مليون مركب ودا انقص بهن شويه شويه، راح اوصل الى 100 اوف كانديديتس، راح اوصل الى 180 120 يعني مرشح. هاي ايش راح اسوي منهن؟ راح اطلع من عندهن 10 مركبات. مراتك القسم يقول لك انا ما اطلع 10، انا مباشره اطلع احسن واحد منهم. هذا اللي طلعته الاحسن واحد منهم اسميه ليد كومباوند. هذا الليد كومباوند شنو؟ هذا عنده فارماكولوجيكال اكتيفيتي وعنده بايولوجيكال اكتيفيتي، لكن يفقد مثلا اشياء بسيطه بالستراكشر، مثلا اضيف له مثل جروب، اسوي له سايكلايزيشن بفلان مكان، يعني على مود اضبطه الليد كومباوند. بعد الليد كومباوند برا ما نسوي ديرفيتايزيشن، نسوي اورجانيك سينثيسيس، بعدها اسوي بايولوجيكال تيست. طبعا انا من حسوي بايولوجيكال تيست هنا عندي احتمال جدا عالي، يعني اكثر من 80 90% انه هذا المركب مالتي فعال، لان انا من جيت سويت كل هاي العمليه يعني عبر كل هاي السيطرات، اذا هذا احتمال كلش كبير انه راح يكون فعال. فاذا انا اذا اجي اشوف من المليون كومباوند الى المركب الواحد انا كلها كملتها باي كمبيوتر، هاي ايش راح تعطيني فائده؟ هاي راح تعطيني فائده انه التايم ويستنج، يعني قبل جيت كنت اضيع وقت، انا اجي اصنع قبل وبعدين اجي اتفاجئ والله هذا بيتوكسيسيتي، والله هذا ما قاعد زين بالريسبتر، بس هاي كلها انا كملتها بالكمبيوتر، ما تاخذ لها يمكن ساعات انه هاي كلها. فهاي تايم ويستنج، الهيومن ايفورت انه انا جهد مالتي اللي بذلته هو كلش قليل، والكوست، الكوست كلش مهم انه هاي كلش راح اصرف لي. انا برنامج مشترك مثلا 300 او 400 دولار برنامج اصلي بخير راح يخلص لي هاي كلها، بينما انا اذا اجي اريد اشتغلها شغل عادي يجوز اطول بيها اشهر او سنين واحتاج يعني فلوس كلش هوايه وجهد كلش هوايه. فهنا هو دور الكمبيوتر شلون قلل لي يعني شلون قلل لي كل هاي الايفورتس. فهنا ممكن احد يسال هل هذا الشيء ابليكابل هنا بالعراق؟ يعني طبقناه؟ انا جاوبكم اي طبقناه، من سنه 2017 بدينا بتطبيقه ونجحنا به، وقدرنا يعني نوصل خلينا نقول للمستوى العالمي، يعني قدرنا نتنافس ويا يعني اللي موجودين بألمانيا، اللي موجودين ببريطانيا، يعني قدرنا نتنافس وياهم الحمد لله وشكر. فهي يعني الموضوع جدا بسيط، بس يراد له تريننج، واحد ياخذ تريننج على هاي السوفتوير وشون يستخدمها بصوره صحيحه. هسه يجي اريد اعرف الدو. الدراج هو شنو؟ It is the substance that used in the diagnosis, treatment or prevention of disease or as a component of a medication. انا عندي تارجت وعندي دراج. اللي اريده بالاخير انه دراج ريسبتر كومبلكس او دراج تارجت كومبلكس، انا كل هذا اللي يهمني بالاخير انه الدواء يقعد بصوره صحيحه داخل الريسبتر.
فهاي العمليه تصير باي كمبيوتر. دراج ديفلوبمنت بروسيس، هنا انا راح اوضح لكم فشي ديزيز، لنفرض كورونا ديزيز او اي ديزيز ثاني صار، شلون راح يبدون العلماء يتوجهون؟ اول ما يجون راح يشوفون انه يا بروتين هو المسؤول، لازم يعزلون هذا البروتين. هاي العمليه ايش قد يحتاج لها وقت؟ من سنتين الى خمس سنين. بعدها انه انا اجي اريد اطلع الليد كومباوند اللي هسه هذا اللي شرحته الفنل المخروطي، ايش قد احتاج؟ من سنتين الى خمس سنين. بعدها انه اجي اسوي يعني تيست على الحيوانات، احتاج من سنه الى ثلاث سنين. بعدها انه الانيمال توكسيسيتي، ايضا احتاج فد وقت اشهر. بعدها الهيومن كلينيكال ترايل هي فيس 1 و 2 و 3 احتاج من سنتين الى 10، واخير شيء انتظر موافقه الاف دي اي. انا اللي يهمني هو من الديزيز الى الليد كومباوند اذا اشوف يعني ممكن يوصل الى 10 سنين او ممكن يوصل الى 8 سنين. هاي العمليه اذا صارت باي كمبيوتر يعني ما راح تاخذ من عندي جو سنه او سنتين، بالزايد ما تاخذ من عندي. فهنا بدي اوضح انه موضوع التايم ايش قد مهم. طبعا تكلفه الدول واحد اول شيء الوقت يطول من 10 الى 15 سنه حتى يطلعوا لنا بدواء واحد. التكلفه مالته من نص مليار الى مليار دولار تكلفه الدول واحد، ولهذا السبب الشركات تاخذ بيتنسي. يعني الشركه لما تصنع فد دواء معين تاخذ فد بيتنسي انه ممنوع حاجه صنعها حتى بين ما تطلع ارباحها وتطلع الاتعاب مالتها والخسارة اللي صارت، وماكو خساره بعدين تصير ارباح. هسه انا الشيء اللي ليش ادرس الكمبيوتر ايدي دراج ديزاين، يعني من خلال هاي كلها اكيد ريديوس الكوست، ريديوس التايم، ريديوس الانيمال يوز بالاكسبيرمنت. يعني انا مكان ما اجيب فد 1000 حيوان يجوز احتاج بس مثلا 100 او 50 حيوان حتى ادرس عليه. طبعا امبروف السكسس ريت يعطيني نسبه عاليه بالنجاح. امبروف الاندرستاندينج اوف دراج بروتين انتراكشن راح يعطيني فد فول ماب انه هذا الدراج شلون يصير له انتراكشن ويا ريسبتر. less manpower required هاي جدا مهمه انه انا يعني حبذل هذا كله بجهد بسيط. الكمبيوتر ايدي دراج ديزاين ميثودولوجي، طبعا الكمبيوتر ايدي دراج ديزاين اذا اريد يعني هسه احنا هاي المحاضره هي مبسطه جدا مبسطه، ما دخلنا باي تفاصيل باعتبارها المحاضره الاولى بكليه بغداد للعلوم الطبيه. اذا اريد نجي ندرس فول ديتيلز على الكمبيوتر ايدي دراج ديزاين هو ينقسم الى ثلاث اقسام، اللي هو ستراكشر بيز دراج ديزاين والليجند بيز دراج ديزاين والادمنت. الليجند بيز دراج ديزاين انه انا عندي ليجند معينه وهاي الليجند لازم ادور انه وين تشتغل على يا تايب اوف ديزيز او يا تايب اوف ريسبتر. ستراكشر بيز دراج ديزاين انه انا عندي ديزيز بس ما عندي له الليجند اللي تشتغل عليه او الدراج اللي يشتغل عليه. طبعا هاي كل وحده تتوجه توجه سوفت وير خاصه بها وتولز خاصه بها. الادمنت ايضا يعني سوفت وير خاص به او ويب سايتس خاص بي حتى ادرسه، بس اسهل الادمت اسهل من الستراكشر والليجند بيز دراج ديزاين. هسه يجي المولكولر دوكينج. طبعا المولكولر دوكينج هو يعني ببساطه هو يدرس اتصال الدواء بالريسبتر. مولكولر دوكينج فايند ذا بيس ماتشنج بتوين ذا تارجت اند ذا ريسبتر. المولكولر دوكينج هذا ايضا بحر. المولكولر دوكينج انه يعني اجي اني باي كمبيوتر شلون اقيس البايندينج بتوين ذا دراج اند ذا ريسبتر. ان شاء الله اللي يعني انترست بالموضوع احنا اكو سيريز اوف ويبينارز يعني حاليا هسه يعني دا نمشي بيها وراح اعلن عنها ان شاء الله، ندخل بورش عمليه انه فول ديتيلز على المولكيولر دوكينج ستدي. لكن ما راح احكي في شيء بس يعني هيدلاينز عليه، ما راح اتطرق ما راح ادخل ديب بالموضوع، بس نعرفه هو شنو مونيكال دوكينج وشنو السوفت وير اللي ممكن تستخدم. انا ناطي امثله جوا اللي هو جولد، شرودنجر، اوتودوك، سايبل، ام واي الى اخره. طبعا اكو فد مصطلحات لازم كلش مهمه نعرفها. يعني مرات احنا مثلا دا نقرا فد دراسه او دا نقرا فد كتاب نسمع بايندينج سايت. شنو بايندينج سايت؟ البايندينج سايت هو الاكتيف سايت، يعني هو المكان بالبروتين او بالريسبتر يعني الكيفيتي اللي يتصل بها الدراج. هذا جدا مهم. يعني هذا انه احنا اذا نجي كميديسينال كيمست نريد نسوي سينثيسايز نيو مولكيولز او نيو انالوجز لازم عندنا فول انفورميشن اباوت ذا اكتيف سايت اور ذا بايندينج سايت. منين احصل على هاي الانفورميشن؟ باي كمبيوتر. زين هسه انا يجي واحد يقول شلون انا عن طريق الكمبيوتر احصلها؟ كل البروتينز اللي موجوده بجسم الانسان وبجسم الحيوان كلها
ماخذين لها صوره بالاكس راي كريستالوجرافي ومرفوعه على موقع اسمه بروتين داتا بانك بي دي بي. هذا موقع امريكي كل البروتينز، يعني سيجي واحد على سبيل المثال يكتب سايكل اوكسجينيز 2 راح يطلع له سايكل اوكسجينيز 2 فد 50 نوع. هذا ماخذين له صوره حقيقيه وخالي، هذا اجي اشتغل اني عليه كبروتين حقيقي، الابعاد مال الامينو اسيدز اللي بداخله، الاكتيف سايت، كله حقيقي. اجي مباشره اشتغل عليه، اطبق الليجنز اللي انا صنعتهم واشوف شنو نوع الاتصال، شلون ده يسوي، شلون الاكتيف سايت شكله، شلون صاير الكونفورميشن مال الامينو اسيدز جوا، كل التفاصيل اقدر ادرسها عن طريق الكمبيوتر. البوز هو البايندينج مود، يعني هي طريقه الاتصال مال الدوه مال الريسبتر. طبعا هاي التفاصيل ما راح اتعمق بيها، بس يعني بس حتى ناخذ فكره عليها. important element for docking، انا يعني حتى اذا اجي اسوي docking لازم شنو؟ لازم عندي الليجن مالتي اللي هي synthesized molecule مرسومه عن طريق برنامج، البرنامج مال رسم على سبيل المثال كيمسكتش. لازم عندي structure البروتين اللي هو قد يكون انزيم، ايون شانل، ترانسبورترز الى اخره. منين اجيبه؟ عن طريق الموقع، خال انا الرابط مالته، والdocking software. docking software اما انا مشتري او موجود فري مجاني. هاي الثلاث عناصر اذا جبتها راح يعطيني بعدين full information about drug ligand drug receptor interaction. البروتين داتا بانك ذكرته، البروتين داتا بانك هذا هو جهاز الاكس راي كريستالوجرافي. هذا الجهاز اللي هو عن طريقه ياخذون صوره للبروتين، وطبعا من حياخذ صوره راح ياخذ 3D، يعني البروتين ياخذ له صوره. هم ايش حيسوون؟ حيجون مثلا ياخذون البروتين من هيومن او من انيمال ويجيبوه بهذا الجهاز، ياخذون له صوره راح يطلع لي فد 3D شيب للبروتين. هذا ال 3D شيب بي فول ديتيلز اباوت اول امينو اسيدز، اباوت اول ذا كونكشن بتوين امينو اسيدز، اباوت ذا اكتيف سايت، اباوت ايفريثينج. هاي الاشياء اللي راح احتاجها اطبقها بالبرنامج اللي هو الدوكينج سوفت وير، اللي راح ادخل الليجنز اللي اني راسمها اللي بعدين راح اصنعها. طبعا انا هنا اذا مثلا ليجنز ما نطتني نتيجه، يعني مثلا الاتصال مالتها ضعيف ما صنعها، فهنا انا مثلا انا جايب 1000 وحده، 1000 ليجن، 800 من عندها طلعت ما تشتغل. اذا هاي ادفانتج انه ما اشتغلت، بمكان ما انا اجي اصنعها واخسر وقت واخسر فلوس واخسر انيمال، انا لي قدام هاي ال 800 ما احتاجتها، بقي بس هاي ال 200 اللي هي راح اصنعها وراح استفاد منها. فهاي هي فائده الكمبيوتر ان دراج سينثس او ان دراج ديسكفري بروسيس. ايضا هذا هو الاكس راي كريستالوجرافي، يعني صوره جدا مقربه. هذا هو موقع البروتين داتا بانك بي فوك سيرش. اي بروتين، اي انزيم، اي يعني اي شيء اي دراج اريد ابحث عليه راح القاه هنا موجود. What is the perfect way for studying in silico drug receptor interaction؟ هسه اي واحد يعني كبيجنر، انه واحد يجي يقول انا مبتدئ شلون ابدي، شلون ابلش بهذا الشيء، انا اريد ابدي وجهه خلوني على السكه، شلون نبدي؟ نبدي بهذا المخطط. اول شيء فوق على اليسار انه انا لازم عندي ارسم الليجند مالتي، طبعا ارسمها عن طريق برنامج، بعدها احول الليجند الى 3D. طبعا هاي تفاصيل للي يريد، انا موجوده يعني رافعها على القناه مالتي ومشتغلها يعني كشغل ان ديتيلز، مشتغلها بالبرنامج يعني مطبقها، بس هنا انا مجرد بس للاطلاع انه انا ارسم الليجند احولها الى 3D، اقلل الانرجي مالتها. هاي جدا مهمه لان الدواء من يدخل بداخل جسم الانسان الانرجي مالته صفر الدواء، فاني لما جيت رسمت الليجند راح تطلع بها انرجي عاليه فلازم اقللها. بعدها ادرس الكونفورميشن مال هاي الليجند، اختار البروتين من موقع البروتين داتا بانك، اطابق. طبعا البروتين يجوز اكفد 20 نوع، اجيب ال20 كلها اطابقها واحد ويا الثاني واشوف ياهو اضبط واحد حتى اختاره، فراح اختار البيست بروتين. بعدها اجيب الدوكينج سوفت وير، وراها اطلع النتيجه اسوي فاليديشن. فاليديشن يعني شنو؟ يعني مثلا انا اذا اشتغل على انتي هايبرليبيديميك دراج، اجي اقارنه مثلا ويا الروزوفاستاتين او اقارنه مثلا ويا الاتورفاستاتين، اشوف مثلا هل هذا دي ينطيني نتيجه نفسه لو اعلى لو اقل، الاتصالات وين ده تصير، بيا امينو اسيد، القعده بالاكتيف سايت شلون ده تصير، هي هاي الفاليديشن اجي اقارنها. بعدها ادرس الفتنس، اللينث سترينث يعني طول البوندات، الاواصر كلها القعده بالريسبتر، السكورز ايش قد نطاني يعني قوه اتصال، كلها ادرسها، اسوي 3D فيجواليزيشن
يعني جوز هسه انتم شايفين بنت مرات يطلع يشوف رسم حلو ملون شلون هاي الليجند متصله بالريسبتر هاي كلها برامج برامج اللي هي دوكينج سوفت وير اند فاينلي ادمت ستدي. انا هسه هنا من وصلت للادمت ستدي راح اترك المجال الى زميلي نور انه يكمل على الادمت ستدي وشنو اهميته وشنو فائدته وشلون يعني نبدي بالبروسس مالته من البدايه وراح ياخذ عليه مثال يعني راح يعطيكم مثال اي احد يقدر يطبقه. فلهنا انا اترك المايك الدكتور مهند وشكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا دكتور عمر على المحاضره العلميه الرائعه. والان تكملت الندوه العلميه مع محاضره الصيدلاني الاختصاص نور صباح خريج كليه الصيدله جامعة الكوفة سنة 2013-2014 حاصل على شهادة الماجستير من كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية سنة 2019 حالياً تدريسي مدرس مساعد في كليات التقنيات الصحية والطبية في بغداد. أقام أكثر من 60 مؤتمر محلي ودولي وندوات وورش عمل ودورات تدريبية في بغداد. يتفضل الآن مشكوراً بتقديم محاضرتي. تفضل دكتور نور. شكراً دكتور مهند. First of all, assalamu alaikum and good evening, everyone. I would like to thank our guest for joining our today's webinar, and special thanks for the Dean of College, Dr. Haider, for giving us the opportunity to sponsor such a great webinar, and special thanks for Dr. Omar for his nice presentation. My presentation or my story for today's webinar is try to answer one simple question. Why I have to predict the ADMI? Then how can I do it? Okay, so our topics will start with why we need to evaluate the pharmacokinetics. So what are the role of pharmacokinetic in the failure of a drug development? Then how can we predict the ADMI by computer, and can anyone predict the ADMI? I mean by anyone, يعني أي شخص يعني مو اللي يكون هل هو اللي يكون يعني specialist بال medicinal chemistry or أي specialty تقدر تسوي هذا ال prediction. Finally, we will end our presentation with our innovative online website to predict the ADMI اللي هو السويس ADMI. Why and how? So first of all, why we need to evaluate the pharmacokinetics? Why we need to measure the ADMI? Why we need to predict it? We all agree that the drug to be effective, a potent molecule must reach to its target site. Moreover, it should be reached in a very sufficient concentration and stay there in its bioactive form for long enough to give an expected biological effect. إذا هنا ندخل يعني please join me to have an overview على شين هي the reason of failure بال early drug development stages. احنا كنا نتوقع انه lack of efficacy هي the major driver بال drug development failure. لكن unfortunately يعني unexpectedly بنشوف انه ما يقارب اكثر من 39% او يعني up to 40% كانت من الفيلير هي due to pharmacokinetic failure بالabsorption, distribution, metabolism, elimination and toxicity. So how can we predict الادمت او الادمي? We have two more than one ways. يعني حاليا اذا احنا تقريبا اخر يعني review سويناه لدكتور عمر كان عندنا تقريبا ما يقارب اكثر من 90 طريقه to predict الادمت. قسم منها كان software based يعني مجرد software ينزل بالحاسبة you can simply إنه enter the structure for the drugs و predict يعطيك ال result أو ممكن لا simply عن طريق الأونلاين. Moreover إنه كوبين كانت free of charge you can use it freely أو لا كوبين annual subscription. ف in general the in silico method هي راح تعطينا في generation أو prediction للأدمي parameter based on the structure alone. All I need بالأدمي
reduction is the structure of compound. That's all. Moreover, إنه ال production طريقة الآدمي computationally هي نحتاج very low resource. يعني ما راح أحتاج هنا special lab, ما راح أحتاج هنا to do animal studies. Theoretically or by computer aided drug design, كل اللي نحتاجه هو very low resource. مجرد أنا عندي يعني already الأونلاين software و that's all. Moreover, إنه ال process هاي راح تكون it takes just a seconds. Moreover, إذا إحنا نطلع على ال advanced software, كل اللي تحتاجه هي عبارة عن minutes. That's all. هل ال trend مال ADME production يعني هل هو مأخوذ من قبل الفارما كومبانيز؟ إحنا بس حبيت يعني شارك وياكم واحدة من الريفيوز اللي موجودة worldwide. مثلاً أكثر ال originator companies worldwide هم أخذوا الليد وسووا special platform خاص بهم. على سبيل المثال هنا ندخل على الجورنال مال Drug Discovery Today سبتمبر 2020 نشوف أنه Bayer's In Silico Admit Platform سوت special platform خاص بها وهذا كان هو ينطيك الديتا مال أكثر من عقدين من 20 سنة already هاي الديتا مخزونة به to facilitate and enhance the accuracy of a prediction. AstraZeneca again in silico admin drug design enhancing the impact. Already هم أنا كان عدها بسنة 2018 أكثر من review article تنزلها حول البلاتفورم اللي تستخدمه بالadmi prediction. كذلك Pfizer already عدها بال 2003 نزلت اللي هي ال concept مالتها أو البلاتفورم اللي خاص بها بما يخص الadmi prediction. فالadmi worldwide إلى trend عالمي لأنه مثل ما إحنا already agree بالprevious slide up to 40% من الفيلير بالearly drug development هي بسبب الأدمي فيلير. السؤال الأهم حاليا هو how can we predict الأدمي؟ إحنا بهاي المحاضرة اخترينا واحدة من the simplest easy to use online free software اللي حيعطينا real prediction with very high accuracy. Meanwhile, it's very simple to use. Anyone can use it. والبروسس هاي ما راح تاخذ هي just seconds. فالسويس آدمي اللي هو صار له فعليا introduction في سنة 2017 في مارش 2017 اللي هو free web tool to evaluate the pharmacokinetic ينطينا للدرج likeness وكذلك هو نفس الوقت medicinal chemistry friendliness of small molecules. البوينت اللي حيوفرنا ان السويس ميديكس انه مو شرط انا اكون اكسبرت بالكيمو انفورماتكس مو شرط انا اكون بروفيشنال بالميديسينال كيمستري اي سبيشاليتي ايفن النون اكسبرت بالكيمو انفورماتكس او الكمبيوتيشنال كيمستري كان بريدكت اند يوز ات فيري سمبلي. فهنا السويس ادمي هو ويب تولز يعطينا فد فري اكسس الى فد بولز انه احنا بالسويس ادمي مسوين فد سبيشال داتابيز بالاعتماد على الفارماكوكينيتكس والفيزيكوكيميكال بروبرتيز للكرنت دراجز اللي موجوده على اساسه المولكيولز اللي احنا راح نسوي لها انسرت في داخل هذا البرنامج راح يقارن على اساس الداتابيز اللي موجوده عنده وعلى اساسه حيسوي لنا بريدكشن. البريدكشن مالته ماخذ به اكثر من بارامترز. البارامتر الاول اللي هو already recommended من قبل الـ World Drug Index اللي هو Lipinski Rule of 5. Lipinski Rule of 5 we all agree أنه هي واحدة من الـ من الـ من الـ approach to predict the bioavailability مال compounds. Lipinski Rule of 5 هي Rule of 5 اللي تأخذ فيها أربع parameters. هي بالاعتماد على molecular weight تأخذ في نظر اعتبار الـ drugs أو molecule تأخذ molecular weight هذا dimension والdimension الثاني اللي هو lipophilicity اللي هو اللوج البي. Moreover راح تاخذ لك النمبر اوف هيدروجين بوند دونر اند اكسبتر كم فانكشنال جروب بهذا الليجند او هاي المولكيول او هذا الدرج هي اكسبتر وهي دونر وهي اوريدي مرتبه حسب الارقام هي سموها اوف 5 وي اول اجري لانه هي الرقم 5 هو المشترك او مضاعفات الخمسه هي المشتركه بيناتهم. بيز اون ذات يعني ليت مي انتروديوس حضراتكم السويس ادمي اوريدي اللينك مالته اوريدي انكلودد
وحيكون المحاضرة هاي تكون available حضرتكم. You can simply إنه click على هذا اللينك أو simply Google it Swiss Admi. راح تنفتح لنا الانترفيس مع Swiss Admi. إن أنا how can I use Swiss Admi؟ الموضوع very simple. كل اللي نحتاجه يا أما طريقتين بي أو أكثر بي أكثر تقريبا أربع طرق هي موجودة بي. يا أما إنه أنا simply أنا أسوي molecular sketcher إنه يعطيني فت خاصية أرسم بها المولكيولز مرتب لي بها الرينج كومباوندز مرتب لي بها الأتومز أنا أقدر simply إنه أرسم الليجنز اللي أحتاجه عن طريق هذا الأوبشن. الأوبشن الثاني إنه حيحول لي هذا الستركتشر اللي رسمته أني يحول لي إلى يعني names اسمه smiles. smiles هي واحدة من names اللي تستخدم بالنوميكليتشر للكيميكال كومباوندز. احنا عندنا مثلا احنا اي مركب الى scientific name والى trade name والى الكيميكال name والى smile name. السمايل جزء هو مو كمان بالنسبة انه يعني بالبراكتس بس هو واحدة من النوميكليتشر اللي مستخدمة بالكيميكال كومباوندز. هو simple هو راح يحولها الى السمايل. هنا أنا مجرد ما أسوي له run أورد راح يسوي لي calculate للفارماكوكينيتيك properties within seconds. ال الحلو بالموضوع هنا أنا إنه أني هاي البروسيس كلها أقدر أدخل بيها unlimited number of compounds. أنا حضرت مثلا أو كان اللي الريزن أو الفكرة من البحث ماتي انه انا اسوي بريدكت الى ما يقارب 400 مركب موجود. فسمبل انه هاي ال 400 مركب ادخلهم وبسنجل كليك رن وحده هو راح يسوي لي بريدكت للادمي لهذول ال 400 مركب اللي موجوده. زين فالادفانتج اوفر اول للسويس ادمي انه ديفرنت انبوت ميثود. انا اقدر ادخل السمايل نيم مباشره وهو حيطلع لي ستراكشر او لا الموضوع انه انا مجرد انه اقدر ارسم المركب if I have time whatever. هنا انا منطيق في flexibility بالoptioning من الانسرت للداتا. الcomputational of multiple molecules يعني هنا الموضوع ما راح تقدر تسوي على molecule واحدة لا انما ينطيك options for more than one molecule. possibility to display graph. احنا اكثر البرامج اللي شفناها تقريبا هاي 80 برنامج او 90 برنامج كانت القلة القليلة من عندها توضح لي الداتا بشكل جراف. يعني احنا اني فور ايزي بروسيس هاي الداتا اني ما احتاج تطلع لي كلها باللانجوج اوف نمبرز. هاي الموضوع راح يكون يعني ديفيكلت تو انتربريت اند سو انتربريتيشن هاي الداتا. سمبلي انه السويس ادمي هاي الداتا يتعامل وياها ويحولها بشكل جراف. انا سمبلي من الجراف اي كان بريدكت انه هذا المولكيول او الليجاند have good admi or لا انه هذا حيصير له failure بالادمي باللاتر ستيج. البوينت الاخرى راح يعطيني فد نوع من انواع الرادارات اسمه البايو افيلابيلتي رادار. هذا البايو افيلابيلتي رادار راح سمبل انه هذا المولكيول انا من خلال الفيرست لوك على هذا الرادار على هذا الجراف راح اعرف انه هاي المولكيول absorb orally or not. هل هاي المولكيول يصير بها نوع من البينتريشن لل blood brain barrier or not. هاي simply I can predict it من خلال ال Swiss Admi. زين بس شنو رباط ال Swiss Admi بهاي البيضة المسلوقة؟ ممكن هذا السؤال اللي نطرح هنا حاليا. ال boiled egg concept. ال boiled egg concept ارتبطت بال Swiss Admi. ال boiled egg concept هي مختصر ال boiled مختصر brain or intestinal estimated permeation method. الفكره من عندها ضمن السويس ادمي راح يطلع لي فوتوغراف يكون الشكل مالته مثل هاي البويلد ايج. هو حينطيني نوع من يعني هو اذا تسوي له ديفينيشن للبويلد ايج هي فد اكوريت بريدكتيف موديل ذات ورك باي كومبيوتينج اللايبوفيليسيتي والبولاريتي اوف سمول مولكيول. يعني في عباره اخرى البويلد ايج كونسبت حتطلع هي كالاتي. راح تحسب لي ال y axis راح يحسب لي ال lipophilicity مال هذه المولكيول. ال TPSA اللي هي خلينا نقول in other words تعني لي ال polarity مال هاي المولكيول. فجنرالي كسمبل رول هذا الموضوع اي مولكيول
تطلع ضمن بياض البيضة، هاي الموليكيول معناها راح يصير عندها انتستينال ابزوربشن عالي. اي موليكيول راح تطلع عليه بالمنطقه باليلو ريجن مع البيضه المنطقه الصفراء، لا هاي معناها عندها انتستينال ابزوربشن وكذلك بلاد برين بيرميشن. اي موليكيول ما تطلع عليه اصلا ضمن الوايت ريجن ولا اليلو ريجن معناها هاي ما عندها اي بيرميشن وهي اوريدي فيلد بالادمي ريدكشن، يعني من ناحيه الاورال ابزوربشن مالتها. البوينت الثانيه اللي سؤال حاليا هو يمكن يعني يتبادر في اذهانكم اللي هو to which degree I can trust البرودكشن اللي يطلع لي عن طريق السويس ادمي. يعني هنا الموضوع according للبيبرز اللي موجوده بي up to 83% accuracy بالبرودكشن للادمت بروبرتيز. ال 17% هنا سؤال حاليا اوكي ال 17% ليش ما صار عندي 100% accuracy؟ لانه البرنامج هذا simply يعتمد على الفيزيوكيميكال بروبرتيز مال هاي الليجنز، لكن في نفس الوقت ما ماخذ في نظر الاعتبار الاكتيف ترانسبورت الاكتيف ترانسبورتيشن وبقيه الفاكتورات الاخرى اللي موجوده بالجسم. بيز اون ذات الاكيوراسي مالته هي اب تو 83%. البوينت الاخرى اللي احنا سولفنا انه وحده من البارامترز او من الريزلت ذات ار بريزنتد باي سويس ادمي كانت الوحده البويلد ايج، وحده من الجرافس اللي هي بريزنتد باي سويس ادمي. البوينت الثانيه اللي هو البايو افيلابيلتي رادار، هنا أنا كل ليجنز حاليا من ادخلها بالسويس ادمي راح يرسم لي يحولها الى شكل رادار. هذا الرادار ياخذ 6 دايمنشن بالتعامل مع هاي المولكيول حتى انهانس الاكيوراسي ان برودكشن. البارامتر الاول اللي هو اللايبوفيليسيتي، البارامتر الثاني يعني توش ديجري انه هاي المولكيول لها ليبيد نيتريشن، البارامتر الثاني اللي هو السايز، اوريدي احنا عندنا سيرتن سايز ابوف هذا السايز اوريدي ما راح يصير لها ابزوربشن، البارامتر الثالث البولاريتي. اذا تحضر هنا الثري بارامتر والبارامتر الاخر اللي هو الفلكسيبيليتي مال روتيشن مال بونز اللي هي، وكذلك البارامتر الاخر اللي هو الانساتوريشن، هاي الامور كلها كفرد حتى يحسن لي الاكيوراسي اوف برودكشن. يعني الموضوع ما اخذ بس مجرد اللايبوفيليسيتي، لا هنا اعتمد على اكثر من بارامتر بالبرودكشن. هنا كإكزامبل هنا أنا يعني إذا إحنا مثلا نأخذ هذا الموضوع simply إذا نسويها online مجرد هنا على سبيل المثال هذا الأميكاسين. الأميكاسين you all agree إنه أمينو غليكوسايد. الأميكاسين أنا already من داخل على الـ على البوبكيم مطلع من عنده النيم مالته السمايل نيم، يعني there is no need انه ارسم الستركتشر مال الاميكاسين. الدروينج الستركتشر مال الاميكاسين يراد لي اقل شيء ساعه لانه هو very complicated one وfully filled بالبولار جروبز. فbased on that اذا هذا هو البرنامج السويس ادمي، مجرد ما ادخل على السويس ادمي راح تنفتح لي الواجهه الرئيسيه مال البرنامج. كل اللي احتاجه حاليا خلينا هنا كلير، كل اللي احتاجه حاليا انه مجرد ما اسوي كوبي بيست على الـ على الـ المكان مال الستراكشر اوريدي هو راح يرسم لي الستراكشر بالاعتماد على الـ على السمايل نيم. اللي نحتاجه هو مجرد كليك اخر احول الستراكشر الى سمايل نيم وانطيره. هاي الداتا سمبلي اللي احتاجها من اتعامل ويا السويس ادمين. الموضوع يعتمد على الـ على الانترنت كونكشن مالتك وعلى الـ المواصفات مع الحاسبة. هو الموضوع ما يأخذ أكثر من 5 ثواني إلى 10 ثواني طلعت لي الريزلت كاملة. فسيمبلي we can see هنا أنه البولاريتي we all agree أنه واحدة من الفيلير ريزن بالأميكاسين أو الأمينوغليكوسايد هي البولاريتي العالية واللايبوفيليسيتي القليلة. فإذا هنا سيمبلي أنه الأميكاسين هو failed orally لأنه هو ما حقق لي الرادار كونسبت. Moreover الكونسبت هنا منطينيها هو الدراج لايكنس، انه اذا نحكي على الاورال باي افيلابيلتي مالته
منطيني اكثر من بارامتر، منطيني مثلا حسب البينسكي رول اوف 5 انه هذا المولكيول ما يمتص اورالي، لان عنده 3 فايوليشن بالرولز مال البينسكي. احنا عندنا 4 رول، هو 3 فايوليتد، 3 ما مطبقين هنا نهائيا. اكو اكثر من بارامتر مو بس البينسكي، اكو بها الجوز، اكو الفيبر، ذني كلهن عائدات الى 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 يا اما الى شركات يا اما الى اذر ريفرنسز موجوده. البوينت هنا راح ينطيني الفارماكوكينيتيك كونسبت، يعني الجي اي تي ابزوربشن انطاني لو، فهو بريدكت هذا الشيء من خلال الداتا والفيزيوكيميكال بروبرتيز اللي موجوده بها. البلد برين بارير بيرميشن بهاي الحاله احنا لا، وي اول اجري انه الامينوغلايكوسايد هي ما عندها هذا الشيء، وهذا البرنامج جاي يسوي لنا كونفيرميشن على هاي الايديز. ذير ار اذر ديتيلز، صراحه ما ادخل لكم بالتفاصيل مالتها لان هي سبيشاليز بالميديسينال كيمستري. However, الكونسبت الأخرى I would like to share with حضراتكم اللي هي البويلد إيج. إذا لاحظنا هنا أنا مجرد ما أدوس على البويلد إيج already راح يفتح لي البويلد إيج كونسبت. إذا لاحظ الدواء مالتنا هنا أصلا ما موجود لا بالوايت ريجن ولا باليلو ريجن، معناها أنه هاي المولكيول out of the range. It will not be absorbed by intestine. Moreover, it will not penetrate the blood-brain barrier. فهاي simply المحاضرة مالتنا مال هذا اليوم. Thank you for your listening and the mic is yours Dr. Mohamed to start the Q&A session and we are ready to answer all their questions. شكرا جزيلا دكتور نور على المحاضرة الرائعة، عاشت ايدك، وشكرا جزيلا للمستمعين والحاضرين. عندنا دكتور محي موجه سؤال حضرتك دكتور نور. سلام، to which extent the stereochemistry will involve to achieve this project. تمام هنا دكتور، اوكي دكتور محي، هنا يعني حتى افهم سؤال حضرتك اللي تقصده هنا بالستيريوكيمستري، اذا هنا يعني مجرد مثلا ممكن تفتح لنا المايك الدكتور محي حتى to get a better understanding للكويشن مالتي. عفوا انا ولو اتدخل. السلام عليكم اعزائي، شلون الصحه؟ عليكم السلام. اهلا وسهلا، الله يحفظكم دكتور حيدر، وياكم دكتور حيدر تكمشي، شلونكم عيني؟ شرفنا دكتورنا العزيز. اولا عاشت ايدكم على المحاضره حقيقه. دكتور محي اعتقد سال بالبدايه، فيجوز السؤال كان موجه الى دكتور عمر. تمام دكتور محي، ده يسأل دكتور محي سؤال، to which extent stereochemistry will involve to achieve this project. هذا السؤال كان انه انا من قلت الconformation مال المولكيول داخل الريسبتر، فهو ده يحكي على stereochemistry مال المولكيول بداخل الريسبتر انه ايش قد يعني to which extent will involve to achieve this project. الستيريوكيمستري دكتور محي تلعب دور جدا جدا مهم، يعني اني مجرد ما مثلا شلت مثلا ميثيل جروب خليته بمكانها فينيل جروب راح تتغير الستيريوكيمستري كلها، راح يتغير الكونفورميشن كله، فتلعب دور جدا مهم جدا مهم بالبروسيس اوف دوكينج. وطبعا موضوع كامل عليها درسناه عن طريق او طينا عليها محاضره عن طريق الكيميثري دي، موضوع الستيريوكيمستري، فهي تلعب دور كلش مهم. أنا بس يعني حب أعلق في التعليق بسيط قبل اللي ما تجاوبون السؤال مال دكتور زينب، أعتقد سائلة. الصراحة إحنا دائما يعني محاضرات أو ندوات الكيمياء تكون جافة، بس هذا الموضوع اللي أنتم مختارين يعني موضوع حي وجديد وحلو، خاصة يتدخل بالكمبيوتر وسوالف التقنيات، فهذه من المواضيع الجديدة اللي الحقيقة إحنا أنا من الدواوع المواضيع اللي طرحتوها صفونيت، قلت هاش وقت احنا توصلنا هذا الشيء ونقدر نوصل، بالذات من طلعت الجهاز عمر، هذا الجهاز الغضب طلعته ما اعرف ايش كبره هذا. تحياتي لكم وعاشت لكم عيني. شكرا جزيلا دكتور حيدر. دكتور احنا هذا الشيء بلشنا بهذا البروجكت طبعا ويا دكتور منذر، بلشنا به سنه 2017. اول ما بلشنا به طبعا اخذنا تريننج من جامعه كامبريدج البريطانيه، 6 كورسات اخذنا على هذا الموضوع وطبقناه على برنامج الجولد اللي هو تابع جامعة كامبريدج. وبدينا طبعا من 2017 نسوي ويبينارز ونسوي يعني ورش وهاي يعني بعدة محافظات بالعراق، والحمد لله يعني هسه حاليا
يمكن تقريبا فد بال 200 300 واحد يشتغلون على هذا الشيء، يعني هسه موجودين طلبه ماجستير طلبه دكتوراه حتى يعني ناس متخرجين. فيعني الحمد لله انه هذا المشروع بالعراق نجح، الكمبيوتر ايدد دراج ديزاين، السوفت وير قدرنا كليتها نجيبها اذا كانت بفلوس واذا كانت ببلاش. وايضا يعني طريقه تطبيق هاي السوفت وير سوينا عليها ورش وعلمنا يعني الكل انه شلون يطبقوها، فالكل نجح بيها الحمد لله. واكو يعني طبعا هي بيها ادفانس ستيج، وهسه احنا حاليا يعني بلشنا بيها بالمستنصريه يعني بالويبينارات، بدينا باول ويبينار ومستمرين به، وراح نسوي يعني راح نسوي تطبيق عملي على هذا الشيء، فحتى اي احد يحتاج انه يريد يطبق شلون بياخطوه هو عاصي عده شنو المشكله اللي تواجهه، راح مشاكله تقدر تنحل، والفيديوهات كلها تنزل على اليوتيوب. وبس دكتوره زينب ياسين سال السؤال: if my compound is complex cis and trans isomer can I use this data؟ اي طبعا دكتوره، احنا يعني المركب مالتنا اذا سيز او ترانس احنا يعني من حنخليه بالبرنامج، البرنامج راح يميز راح يفرق انه هذا سيز او ترانس، وراح يحكي على ترانس بكل تفاصيله ويعني يعطي الفول ديتيلز عليه والسيز فول ديتيلز عليه. فيعني ما عندنا مشكله احنا بموضوع السيز والترانس. دكتور احمد عفوا، دكتور منذر يمكن وياكم بس مداخل اليوم ما شفته، يعني مداخل الويبينار. هو انا عفوا دكتور منذر اعتذر لان صار له ظرف طارئ فما قدر يحضر للويبينار مال اليوم، فاعتذر كلش وقال اعتذاري للاودينس، وان شاء الله يكون هو في النكست ويبينار معانا سواء هنا او في المستنصرين. خير ان شاء الله، سلامات حبيبي، شكرا لكم. شكرا. دكتور نور، دكتور احمد الصفار رافع ايده عنده سؤال، نقدر نفتح المايك الى حتى على مود يقدر يسال؟ يبلي. المايك لك دكتور احمد. الو عفوا تسمعوني؟ اي نعم نسمعك دكتور. شكرا جزيلا دكتور عمر ودكتور نور على المحاضره هاي الحلوه اللي هي طبعا موضوع جدا مهم بالدراج ديسكفري. بس احب اعقب على انه بالنسبه لل lead identification this is of course is a very optimal one say method to select a couple of compounds for as leads, but most of the work comes after really, which is for the lead optimization. And this is from my experience with AstraZeneca, because of the fact that when you have a couple of leads, you first try them in the receptor binding affinity. And most of the leads show you that they have binding for a couple of receptors which are off target and are concerned for safety. So most of the work start there for lead optimization, to optimize the molecule without losing its affinity and to make it more for that receptor, for that target. So this is my comment. My question is about what are the limitations of this approach? Because, for example, these two approaches, the main two approaches, the structure-based approach and the ligand-based approach, that you come to the protein binding, and then you can play with the molecule, but the problem is with the docking of tools and the protein structure. That one is not flexible. And this is the I think the most difficult part with the docking of a molecule that you can play with, but the problem is the limitation with the flexibility of the residue near the binding site of the protein. So what's your comment? نار دكتور، يعني many thanks for your comment. فعلا احنا الابروتش الليجاند بيز او الستراكشر بيز الدوكينج
فعليا احنا دائما حتى اللي شفناها بكل الريفيوز كل الارتكلز هي دائما تميل الى ستراكشر بيز موليكولار دوكينج، لان هنا بهالحاله احنا راح ناخذ في نظر اعتبار راح يصير عندنا هنا الفكره كامله، وي هاف الليجن وي هاف البروتين والاكتف سايت. بينما بالليجن بيز دراج ديزاين يس وي مي دو ات ان سيرتن كيسز، هاويفر الاكوريسي مالته ما راح يعطينا الفول بيكتشر، لان هنا راح يسوي لنا نوعا ما يتغافل عن الاكتف سايت مال ستراكشر، وبالتالي ما راح ياخذ هاي ان كونسيدريشن. هاي البوينت الاولى. البوينت الثاني يا دكتور بما يخص الديفيكولتيز، يس احنا الموست ديفيكولت بارت اللي نسويه سبيشالي اذا كان عندي فلكسبل دوكينج. الفلكسبل دوكينج وحده من البارير اللي تواجهنا، انه نحتاج السوفت وير او خلينا نقول نحتاج السيستم اللي نتعامل به، البروسيسور اللي نتعامل به لازم يكون بالمواصفات اللي احنا نعتبرها الاوبتيمال حتى هي كان دو هاي البروسيس. اللي انه هو الموضوع اذا احنا حطيناه على السلو على السلو بروسيس اللي هو ذا موست اكوريت وان، هنا راح ياخذ لنا وقت كلش طويل على ما يقدر بريدكت هاي التفاصيل، سبيشال اذا كان هو فلكسبل. يعني انا اذا نوصل بالفلكسبل انه هاي الليجند ياخذ الروتيشن مالته بكل البوسيبلتي مال الروتيشن مالته، وياخذ الروتيشن مال ريزيجوز مال اكتف سايت البروتين في كل البوسيبلتيز، ويحاول ماتشنج ذيم حتى يحصل لي الماست ستيبل اكتف فورم اللي حيقعد بالريسبتر. فسمبلي الجول دوكينج اللي شفناه اللي هو اللي تابع الى الكامبريدج كريستالوجرافيك السنتر اللي موجود نوعا ما قدروا هوايه من الايرورز اللي موجوده بهذا البروجرام، وهوايه من السلو بروسيس قدروا يعالجوها، قدروا اكسلريت البروسيس، لانه قاموا نفس الوقت يربطون هاي الاناليسس كلها اي كان لينك ات بالداتابيز اللي عندهم. فنوعا ما ده ينطيني فد نوع من البريدكشن مور اكوريت من البقيه، لكن هل هو ديفينيتيف فور شور؟ نو، يعني اي كانوت جارانتي 100%، لكن وي كان جارانتي اكوردنج للسيتنج اللي حاطيها اكوردنج للكيس اللي موجوده، يعني نوعا ما مور ذان 70-80% اكوريسي. فهي فعلا واحده من البيج تشالنج سبيشالي بالفلكسبل دوكينج. اي توتال اجري ويا حضرتك. Okay, I think دكتور no question or comment. دكتور أحمد عندك بعد سؤال؟ شكرا جزيلا. لا يعني أخبر الجواب اللي جاوبني فيه، شكرا جزيلا على الـ على الـ على الـ على الجواب. بس أكو يمكن سؤال شوي بنفس الاتجاه بالنسبة للconsistency بين الاثنين. على طول يعني موجود هذا الconsistency between the structure based and the ligand based. دكتور يعني ممكن elaborate the question مع حضرتك. What do you mean with consistency؟ يعني التوافق بين الاثنين. إذا نأخذ مثلاً إذا نأخذ ذني الأبروتش الاثنين ونطبقها على واحد. نعم. توافق بين الاثنين لو يصير اختلاف بالنتيجة. Exactly دكتور. هنا اللي شفناه احنا يعني واحدة من الريل براكتس اللي طبقناها فعليا الستراكتشر بيز دراج ديزاين ده ينطينا اكوريسي اعلى. يعني هاي البوينت اللي شفناها وي هاف تو كونسيدر ات هاي. يعني احنا اوريدي هو اللي شفناها نوعا ما الكل ده تميل نحو الستراكتشر بيز دراج ديزاين. هوفر احنا اللي شفناها كبراكتس فعليا يس الستراكتشر، لانه هنا سمبلي احنا دنباع على الفول بيكتشر، دنباع على الليجن، دنباع على البروتين فعليا، فتعطينا هذا الصوره الكامله يعني اكوريسي اعلى. جوابا على سؤال حضرتك. نعم شكرا. دكتور نور عندنا دكتور سرمد سعدي ايضا رافع ايده، اذا تقدر تفتح المايك حتى على مود يقدر يطرح سؤاله. ان شاء الله المايك لك يا دكتور صمد. السلام عليكم. الصوت واضح؟ عليكم السلام. وعليكم السلام.
طبعا عاشت اياديكم دكاترتنا على يعني الويبينار المميز. عندي سؤال بخصوص تعرف يعني يعني كوني طالب مرحله تحضيريه للماستر، فيتبادر بذهني سؤال انه احنا من راح نبدي نسوي الثيسز ك pharmaceutical chemist، هل ممكن الاعتماد على الكمبيوتر ايدد دراج ديزاين لوحده في انشاء البحث، ام هل نحتاج انه ننتقل الى البيولوجيكال ميثودز يعني كانيمالز، او يعني بمعنى اخر احنا حيطلبون من عندنا نشر ببحوث ومجلات، هل المجلات تقبل انه نعتمد على فقط الكمبيوتر ايدد دراج ديزاين، هل تعتبر انه هي كافيه لننشر بحث قصين؟ سؤال جديدك دكتور سلمان. طبعا احنا انت هذا السؤال مالتك هنا بالعراق يعني جوابه شكل، وبرا جوابه شكل ثاني يعني جابوا غير جواب. هنا بالعراق لا يريدون يعني لازم اكو شغل، لازم اكو بايولوجيكال اكتيفيتي حتى تنشر. بس يعني ممكن انه نصيغ السؤال مالتك بطريقه ثانيه، انه انا اذا جيت سويت بحث وهذا البحث كله سويته ان سيليكو كله باي كمبيوتر، اقدر انشره عالميا لو ما اقدر؟ يعني اذا هيك صغنا عالميا مقبول انه انت تجي تقول انا عندي فلان فكره، حاليا احنا كورونا فيروس ديزيز، هذا الكورونا فيروس انا جبت التارجت مالتي وسويت بديت اسوي ليجنز، وهاي الليجنز سويت لها تارجتد ومثلا شفت افيكاسي، فاقول انه انا صنعت هاي الموليكيول كلها باي كمبيوتر، درست الكونفورميشن، درست الكيو اس اي ار، درست كل شيء درست الدراج ريسبتور انتر اكشن، البوز، البايندينج، الافينيتي، كلها درستها، وقول انه مثلا انا ما عندي القدره انه اجي اسوي لها سينثيسايز او اسوي لها تيست او فشي وترفع عالميا. اذا كان يعني انت شغلك كلش مضبوط ويعني شغل صحيح، كل البروسس اللي مسويها صحيحه والسيكونس مالتك صحيح، ممكن حتى يشتروه من عندك، يعني شركات الادويه ممكن تشتري الشغل مالتك ويصنعوه. بس هنا بالعراق تجي مجرد بس انه اشتغلت ان سيليكو بالكمبيوتر وتريد تسوي الاطروحه مالتك لا. بس انا ايش سويت مثلا؟ انا باطروحتي انا اشتغلت بايولوجيكال واشتغلت ان سيليكو، بس قلت مركباتي عندها مثلا افيكاسي على تارجت ثاني انا ما مشتغله. يعني هيك نطيت اكزامبل انه مثلا عندها انتي كانسر اكتيفيتي، ممكن هيك شيء ينذكر. وهنا تقريبا على كلام دكتور عمر يعني اكو هو اكثر من جورنالز، هي موليكولار دوكينج جورنالز او اللي هي الكمبيوتيشنال او كمبيوتر اي دراج ديزاين جورنالز موجوده، تلقى ليست من هاي الجورنال، من تدخل على هاي الجورنال راح تلقاهم كلهم مشتغلين فعليا هو الانسيليكو. الحلو بالموضوع انه هنا مغطين الموليكولار دوكينج من 2 دايمنشن او 3 دايمنشن، يعني ياخذون 2 سوفتوير، في بعض الأحيان يكون free software، في بعض الأحيان يكون شفتوا حتى من articles الreview articles sorry اللي مسويها، ماخذين 4 software، ماخذين يعني من ضمنها كان شرودنجر، من ضمنها كان الجولد. فبالتالي من تكون عدد ال molecular docking softwares المستخدمة هاي ال study أو الطروحة أو ال paper راح تنطي نوع من ال credibility عالية للبحث اللي أنت ناشره. ففعلياً worldwide نعم أكو هواي جورنالز وهي specialized بهذا الموضوع، هي ما تريد منك البيولوجيكال اكتيفيتي، تريد فقط focusing على الكيمو انفارماتيكس details. شكراً دكتور سرمد على سؤالك. شكراً جزيلاً. شكراً شكراً جزيلاً. بعد ماكو أسئلة سادتنا الحضور، عندنا سؤال من دكتور سيف حيدر، اذا امكن دكتور نور او دكتور حيدر او عفوا دكتور عمر حتى تجاوبوا. دكتور سيف حيدر دكتور. Thank you doctors for your presentation. Dr. Omar said that drug design stage with computer drug design may take 1 or 2 years to make a full safe to make a full safe and effective drug and can be sold in market. It is possible with vaccine. دكتور سيف حيدر، طبعا موضوع الفاكسين انا قبل شوي يعني قبل ان نبدا بالويبينار كنا انا دكتور نور نتناقش به. موضوع الفاكسين يختلف،
يعني حتى موضوع يعني حتى ال كاستدي اوف موليكولار دوكينج اون فاكسين الموضوع كله شيء يختلف، واكو يعني كتب خاصه بالفاكسين، فلا يعني هذا الشيء ما يطبق على الفاكسين. الفاكسين له غير تفاصيل غير ديتيلز. احد راح عنده سؤال دكتور احمد؟ المايك مفتوح لحضرتك، في يلا فري يعني رافع ايدك سوي رايز هاند. لا هو من زمان مفتوح. اوكي اوكي تمام. I think we reached to the end of our presentation. تمام. شكرا جزيلا على المحاضرة الرائعة دكتور عمر ودكتور نور، وإن شاء الله نشوف محاضرات بعد أكثر بخصوص هذا الموضوع، لأنه موضوع كلش كبير ونحتاج محاضرات أكثر وتطبيق عملي أكثر على الموضوع. صح هو الموضوع مو من ضمن اختصاصي، لكن موضوع جدا حلو ويفيد طلاب الماجستير والدكتوراه اللي موجودين واللي حاليا في المرحلة البحثية وفي المرحلة الدراسية. شكرا جزيلا على حسن استماعكم أعزائنا الحاضرين، وإن شاء الله نشوفكم في ندوات علمية مقبلة. وطبعا شكر جزيل إلى دكتور حيدر تكمجي عميد الكلية على دعمه المستمر لهذه الندوات العلمية والدعم المفتوح لكل النشاط العلمي في كلية بغداد للعلوم الطبية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا للجميع.